بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي أينما كنتم. عندما يبدأ الصراع بالأسود وينتهي بالديوك، إبراهيم أهلا بك يا باشمهندس. أهلا بك أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في لقاء الاثنين من ملك وكتابة، الحلقة التي تحمل الرقم 674. بدأتها بصراع الديوك الأسود الأسود وتنتهي بالديوك. بفكر يا إبراهيم كتير، إيش سر الشغف الهائل ده بكرة القدم؟ لماذا يتحول العالم إلى جنون فيما يتعلق بالرياضة وألعاب المضمار وخصوصا في كرة القدم؟ سرحت كده لقيت إن دي حاجة مرتبطة بالتاريخ الإنساني. كان زمان صراع الأسود مع العبيد، والعبيد مع العبيد، والحكام يقعدوا يتفرجوا على هذا الصراع والناس بتحتشد وقتل وموت وشغف جامد جدا. بعدين بقى اسمه مصارعة التيران، وبعدين بدأنا نتحضر فبدأنا نلعب ألعاب مضمار. لكن وصل الشغف إنك أنت بتعمل إيه؟ سباق الأرانب وسباق الكلاب وسباق طبعا سباق الخيل، وبعدين سباق ديوك اللي بتموت بعضها. إذن هذا الصراع بيعمل إيه في الإنسان في البشر؟ لازم حد يقول لنا لماذا يعني يتعلق البني آدم بهذا بفكرة الصراع، فكرة الصراع المحموم. ده كلام فلسفي مهم جدا في حلقة إن شاء الله تعجبكم، لكن هذه أبرز عناوينها. مقالي ومقاله ونجحت عملية تعويم المنتخب. الغربال شعار الأهلي عالمي، وبعضمة لسانه الفخر بالقيمة ولو كنت العندليب. الشموع الحمراء محمد محمود باشا. أسرار الملك فيليكس الصفقة الذهبية. وأخيرا مجلتنا من 40 سنة، لأنه المهندس عدلي بدأها بفكرة الصراع، وكان الحقيقة صراع حتى وإن كان في مجمله لطيف وخفيف شوية، لكن كانت نتائجه مهمة جدا. عشان كده كان مهم أنه يكون أبرز فقرتنا الليلة. مقالي ومقاله ونجحت عملية تعويم المنتخب. طبعا ألف مبروك لكل المصريين ومبروك للجميع. حلو العنوان ده والإسقاط ده. نجاح عملية تعويم السفينة البنمية. طبعا تعويم السفينة البنمية وانتهاء أزمة قناة السويس بعد نجاح السواعد المصرية والمجهود المصري والأيدي المصرية في إنهاء هذه الأزمة الحالية اللي هددت التجارة العالمية لعدة أيام. كل المؤشرات حتى في خبراء العالم كانوا يتوقعوا ان يستمر محاولات تعويم حاجه عملاقه، يعني عرضها اكتر من عرض الممر، الطول بتاعها 4 ملاعب كوره. أيوة قانونيين، يعني مش ممكن. وحمولتها عامله ايه، شكلها ايه؟ صحيح. فالعالم كله كان مش متفائل قبل مده ضعف المده دي، ومتشككين في القدره المصريه الحقيقه طبعا. فالحمد لله ان الناس اللي وقعت خط بارليف بخرطوم ميه تقدر تلاقي حلول. مش هيصعب عليهم السفينه. يعني اما يجي الموتور بتاعك فات يقول لك روح للخراط خراط. فاحنا المصري اللي يعني ضربوا الحفار مش صعب عليهم يعوموا السفينه. والشطره تخزن مش عارف ايه. لا بنهنئ قياداتنا، بنهنئ خبرائنا من اول العامل لحد المهندس او المرشد او اللي قادوا هذه العمليه بالنجاح، وبنقول لهم والله بترجعوا لنا ثقتنا بانفسنا كل يوم يا جماعه. الف مبروك الف مبروك نجاح السواعد المصريه والجهود المصريه والدوله المصريه في حل ازمه الباخره البناميه في قناه السويس، وانتهى هذه الازمه على خير الحمد لله. لكن الشيء بالشيء يذكر، منتخب مصر راح لعب المباراه اللي فاتت، لعب في أجواء كانت صعبة، لكن الأداء كان أكتر من سيء. يعني لو فيه تحت الضاد جيم ياخدها كان، فالناس كلها تشككت
في انه المنتخب هيغرق وكده المساله مش ماشيه صح، والكل انتظر ضمننا التاهل، وفضلت الناس تتساءل هو الاداء ولا اللعب. ما كانش مقبول ابدا او مش مقنع الحقيقه من الجهاز الفني انه يطلع يقول العبره لهدف تحقق وهو التاهل. ما هو ما فيش اهداف هتتحقق باداء سيء على طول، فانتظر الجميع مباراه اليوم مع جزر القمر علشان نشوف حجم الاداء هيمشي ازاي، خاصه بعد ما ضمننا التاهل. لكن والحمد لله فوز كبير واداء ينم عن نجاح عمليه التعويم. التعامل مع كره القدم ومنتخب مصر والشغف بالزمالك والاهلي والانديه الشعبيه طبعا هو ده اللي خلاني افكر ايه اللي احنا فيه. يعني هو طبعا في يعني لما بقرا يورجن كلوب لما اختاروه احسن مدرب في العالم واللي قاله انها مجرد لعبه يعني كلنا بنحط همنا فيها 90 دقيقه عشان تخرجنا من همومنا، لكن مين قال ان احنا يعني عايز تستمتع طول الوقت روح السيرك يعني او روح حته ثانيه. يعني كره القدم فيها صراع، جوهر الصراع وتدفق الادرينالين ما بين القلق والخوف والترقب، والقلق بيبقى على النتيجه، والقلق بيبقى على الاداء، والقلق بيبقى على نجم انت بتحبه وقع اتعور، والقلق على صفاره حكم مش عاجباك وتعليق على من منافس. كل ده بيفكرني من الاول خالص لقيت الله دي مساله في الجناء في الغريزه البشريه عايزه تشوف صراع. كان زمان العبيد والاسود ويقعدوا الناس تستمتع مين اللي هيموت التاني في معركه غير متكافئه، واخد بالك؟ وبعدين العبيد لما لقيناش اسود يعني يبقى العبيد والعبيد ويقول لك اقتله ولا اعفو عني اعمل له كده، يقول له لا اقتله كيل كيل كيل. يعني وصل الـ يعني ان الناس تبقى محمومه الى هذا المستوى. التهذيب بقى اللي وصل لكره القدم يخلينا او الصراع الحلبه سواء مصارعه ملاكمه صراع الحلبه لازم يخلينا نفكر الرياضه يعني خدت هذا الصراع المحمود اللا انساني حطته في قالب انساني. ان احنا يقول لك الروح الرياضيه السلوك الرياضي حتى الملاكمه التي يدمي فيها كل واحد الاخر ليها ايثكس ليها قواعد كود اخلاقي وهم الناس بتلعب وفي الاخر يبقوا مشرحين بعض وبعدين يسلموا على بعض وياخدوا بعض والحضن. فكره انك وانت مهزوم تهاني المنتصر وانت منتصر تطبطع على المهزوم، التواضع عند النصر عدم الانكسار عند الهزيمه، هذه القيم هي بقى جوهر الصراع الان او ما ينبغي ان تكون عليه الرياضه. فمش عايزين نزعل قوي لما يبقى الاداء مش عاجبنا. ادي احنا الناس طبعا واضح انك انت لما تبقى متوتر يا استاذ ابراهيم انت رايح ايه؟ ان ما كسبتش كينيا هتبقى في موقفك خطير متازم، فانت عايز تخلص من الماتش. الجون جه بدري خليك نفسيا بتقول يا رب الماتش يخلص على كده. انا لكن خلينا النهارده ابتدوا بدري وما توقفوش، وكنا هنخش بقى في رغي هو المحترفين لازمتهم ايه؟ هو صلاح ليه مش بيبذل الجهد؟ هو النني زعلان ولا مش زعلان؟ هو تريزيجيه ايه اللي جراله؟ طب وبعدين هو مين مصطفى محمد ولا شريف؟ كلام لا ينبغي ان هو يشغلنا قوي. فالحمد لله النهارده يعني 25 دقيقه انهى فيها الجهاز الفني وفريق منتخب مصر المهمه اداء ونتيجه. اصبح الوقت عايزين يقولوا بقى يعني صفر بقى اداء على قد المباراه. مصر تصدرت كما ينبغي، كل التهنئه للجهاز الفني واللاعبين، كل التهنئه للشعب المصري والجمهور المبسوط، وضروري يكون فيه انبساط النهارده ولا يبقى مزودين. هيقول لك ال 90 دقيقه الاربعه لازم يبقوا 20، لا ما فيش كده. طيب اتفرجتوا على الماتش طبعا واستمتعتوا باداء المنتخب بالذات في الشوط الاول، لانه التسجيل البدري كان من محمد النني وبعدين محمد شريف ثم محمد صلاح سجل هدفين، والحقيقه صلاح سجل كمان هدف مهم بالنسبه له، اصبح ثاني هدافي المنتخب الوطني في تاريخ الكره المصريه. كابتن حسام حسن عنده هذا الرقم ب 69 هدف في تاريخ المباريات الدوليه، كان بعديه الكابتن حسن الشاذلي الله يرحمه. محمد صلاح كسر رقم الكابتن الشاذلي واصبح عنده 45 هدف، وعند صلاح فرصه باذن الله تعالى انه يتقدم ويعمل رقم قياسي تاريخي
يسجل باسمه كهداف للكرة المصرية في تاريخه ويستحق صلاح بالتأكيد. أنا معيار الهداف ليس بعدد الأهداف أستاذ إبراهيم في رأيي أنا. لازم أنسبه لعدد المباريات الدولية. لأن أنت أيام الشاذلي هو لعب كم ماتش دولي؟ ده الجوهري كان بيلعبه في سنة. عدد الماتشات الدولية زمان إحنا في السنة اللي بتاعة كأس العالم واللي قبليها واللي بعديها قيل الله أعلم المنتخب لعب 55 مباراة دولية ما بين ودي ورسمي. فالعبرة أنت ودلوقتي أنت بتلعب قد إيه عدد الماتشات المتلاحقة والمجموعات زادت والتصفيات طولت. مش عايزين، ولذلك أنا ضد مقارنة الأجيال خالص. هي مش مقارنة فنية لكن مقارنة رقمية مش مظبوطة. لا دلالاتها مش صح. يعني أنت تقول بقى ده جاب 50 جون من كم مباراة، ده جاب 90 جون من كم مباراة، ده جاب 70 جون من كم مباراة. لو أنت عايز توصل مين الهداف، الهداف يبقى نسبة التسجيل بالنسبة لعدد المباراة. لكن في كل الأحوال الأسماء اللي أنت قلتها دي أسماء عظيمة، أسماء كبيرة جدا. محمد صلاح النهاردة بيتجاوز كابتن شاذلي وبيقترب من كابتن حسام اللي هو يعني طبعا بصمة عميقة جدا في الهدافين. نتمنى طبعا صلاح ربنا يكرمه ويكمل ونشوف في الآخر هترسي الأمور عليه بإذن الله. دلوقتي في 19 دولة خلاص ضمنت التأهل لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون يناير اللي جاي إن شاء الله. 19 دولة بالضبط. مالي وغينيا تأهلوا من المجموعة الأولى، المجموعة الثانية أهلت ملاوي وبوركينا فاسو، المجموعة الثالثة أهلت غانا والسودان. وخلونا نهني الأشقاء في السودان لأن حقيقة تأهل بعد غيبة طويلة عن كأس الأمم. فازوا على جنوب أفريقيا 2-0، استحقوا أن هم يقصوا الأولاد ويتأهل صقور الجديان. كل الناس اللي شافت المجموعة بتاعت السودان قالت عليها مجموعة صعبة جدا جدا. صحيح. لأن المجموعة فيها جنوب أفريقيا وغانا يكاد يكون الأمر على الورق كان مضمون لهم قدام كل الناس ترشيحات في صالحهم. لكن عندما السودان على مستوى المنتخب بقى يقدم هذا الأداء ويقدر يكسب جنوب أفريقيا في ملعبه اللي كان محتاج التعادل بس. يعني جنوب أفريقيا داخل فرصتين أمام فرصة واحدة أمام السودان، السودان لازم يكسب. فنهنئ الأشقاء في السودان لأن طبعا الوشائج اللي بيننا تخلينا نتحيز شوية، نفرح كتير. الجابون وجامبيا تأهلوا من المجموعة الرابعة، والمغرب تأهلت من المجموعة الخامسة، والكاميرون الدولة المنظمة تأهلت من المجموعة السادسة. مصر وجزر القمر، مصر 12 نقطة وجزر القمر لأول مرة في تاريخها تتأهل إلى كأس الأمم الأفريقية. وجزر القمر يا جماعة دولة عربية شقيقة إحدى دول الجامعة العربية، تأهلت مع مصر عن المجموعة السابعة ودي لأول مرة في تاريخ جزر القمر. الجزائر وزيمبابوي تأهلوا عن المجموعة الثامنة، السنغال تأهلت عن المجموعة التاسعة، تونس وغينيا الاستوائية تأهلوا على المجموعة العاشرة، كوت ديفوار تأهلت على 11، والمجموعة الـ 12 تأهلت منها نيجيريا حتى الآن. وهقول لكم بالإضافة لنتائج منتخب مصر النهاردة بقية النتائج عملت إيه. كينيا فازت على توجو 2-1، 2-0 أنجولا على الجابون، 1-0 ملاوي على أوغندا، كلها بوركينا فاسو لم تغير شيء. بوركينا فاسو على جنوب السودان 1-0، والكونغو الديمقراطية على جامبيا 1-0، والساعة 9 مباراة زيمبابوي وزامبيا والجزائر مع بوتسوانا، بالإضافة إلى المباريات اللي هتتلعب بكرة الثلاث إن شاء الله. تأهل مهم جدا، عودة لمنتخب مصر إنه يبدأ بقى يحط في حساباته المنافسة القوية على البطولة. هو يعني ما تقول أسماء منتخب مصر الحقيقة يعني الناس بيجي لها انطباع قوي جدا. يعني أنت لما يعني النهاردة لما يكون محمد صلاح على مستوى العالم كل سنة بيقارن بميسي ومودريتش ورونالدو وبراموفيتش، وبعدين تبص ليه تصنيف من الثلاثة أو من الخمسة أو إذن أنت عندك لعيب زي ما تقول كريستيانو ما يروح البرتغال يعمل إيه؟ فالنهاردة الناس كانت ابتدت تقلق إن إحنا وإحنا معانا واحد بحجم كابتن محمد صلاح نبتدي نخاف من جزر القمر ومن الفرق اللي هي يعني متصنفة في وسط المستوى الإفريقي
اعتقد النهارده رساله قويه من المحترفين بتقول لا احنا يعني ساعه الجد احنا حاضرين يعني. فالنهارده محمد صلاح يجيب جولين باسيست من قفشه ومحمد شريف، ومحمد شريف يجيب جون ويعمل اسيست جون، شريف يجيب جون ويعمل اسيست، وانني كويس جدا ان بعد الهيصه اللي حصلت انه يلعب الماتش ويجيب جون جميل جدا ويحط بصمته مع المنتخب. رسائل طمأنينه ورسائل تعويم للسمعه زي ما انت قلت، حلو التعبير. ونتمنى بقى ان احنا ما نعيش كده على اعصابنا باستمرار يعني. واحمد ياسر ريان يعني برضو كلاعب شاب واعد من المهاجمين الصاعدين شارك في الشوط الثاني كبديل مع منتخب مصر الاول، ده بالنسبه له ريكورد كويس. وبالنسبه له اشاره يلا يا سيدي مزيد من الاجتهاد والتالق. طيب نتيجه فوز السودان على جنوب افريقيا تعمل لنا جرس انذار، تعمل لنا جرس انذار لمباراه السبت في ام درمان للاهلي والمريخ السوداني. معناها انه المريخ، لانه منتخب السودان بيعتمد على في الاغلبيه منه على لعيبه الهلال ولعيبه المريخ، فمعنى كده انه لعيبه المريخ في حاله جيده جدا. النادي الاهلي محتاج ياخد حذره الكافي جدا، محتاج تركيز شديد جدا، مباراه لن تكون سهله. ودي اعتقد كانت رساله مهمه جدا لمزيد من التركيز من جانب لعيب الاهلي وبيتسو موسيماني مع مباراه السبت اللي الاهلي محتاج فيها المكسب باذن الله. الاهلي هيتدرب هو النهارده برضو يعني في خبر له علاقه بمجموعه الاهلي. الاتحاد الافريقي يعني رفض التظلم بتاع المريخ، بتاع المريخ ضد سيمبا. واحنا لما كلمنا الناس في الاتحاد الافريقي ادونا انطباع ان ده اللي هيحصل، لان مساله الطعن في النتائج الطبيه ما هيش سهله، مش في ايد حد، مش سهله. الاهلي هيتمرن يوم الخميس على ملعب الجوهره الزرقاء في السودان بدلا من الجمعه. الملعب اللي هيستضيف المباراه كان المفروض الاهلي هيتمرن عليه يوم الجمعه قبل المباراه بيوم، لكن الملعب يوم الجمعه هيكون مشغول باستقبال مباراه للهلال في البطوله ايضا. فبالتالي الاهلي هيتمرن الخميس في ملعب الجوهره السوداء استعدادا لمباراه السبت باذن الله. كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره قال انه ده المران الاخير اللي هيكون يوم الجمعه، هيبقى على احد الملاعب الفرعيه اللي قريبه من فندق الاقامه. الخماسي الاهلاوي اللي في المنتخب الاولمبي هيخضعوا المسحه الطبيه طبعا، لانه الفتره اللي فاتت كانوا موجودين مع كابتن شوقي غريب علشان ياخدوا تصريح السفر الى السودان. مصطفى شوبير واحمد رمضان بيكهام وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر واكرم توفيق. النهارده كان فيه تمرين مهم جدا للاهلي. بيتسو موسيماني عمل تقسيمه بطول الملعب يا باشمهندس للعيبه، بقت عنده عدد من اللعيبه البدلة في ظل وجود عدد كبير سواء مع المنتخب الاول، دي يمكن لقطات من اللي حضراتكم شايفينها من تمرينه النهارده، عدد كبير مع المنتخب الاول والمنتخب الاولمبي، فبيجهز بيتسو موسيماني كل اللاعبين. هقول لكم بالنسبه لدفتر بقى احوال المصابين اخر حاجه عنها ايه. محمود وحيد طبعا بيأدي برنامج تأهيلي خاص بيه، هينتظم في التدريبات الجماعيه كمان بعد 3 اسابيع. محمد محمود قدامه فتره بتتراوح من 3 اسابيع لشهر عشان يدخل مع الفرقه في تدريبات الكوره ان شاء الله. وليد سليمان الحمد لله الحاوي مشارك وجاهز تحت تصرف بيتسو موسيماني وعنده كل الاستعدادات للفتره اللي جايه يشارك بشكل قوي، وشفتوه في المباراه الوديه اللي كانت بين الفريق الاول وفي الشباب شارك وليد وظهر بحاله بدنيه جيده. حمدي فتحي طبعا بعد اصابته مع المنتخب بكسر في احدى عظمتي الذراع هيتم وضع الكعبره، اسمها الكعبره مش راضي تقول هي متكعبره هي متكعبره متكعبره معاه قوي حمد الله عظمه الكعبره صحيح. هيخضع لفحوصات طبيه واشعه اسبوعيا بشكل دوري للاطمئنان على تثبيت العظمه بعد الجبيره اللي تم وضعها على دراعه. علي معلول طبعا في تنسيق كامل بين الجهاز الطبي للنادي الاهلي وجهاز المنتخب التونسي، هنشوف حقيقته النهارده ايه.
ده بالنسبة للفريق الأهلي واستعداداته. لكن الحقيقة ما هو الأهلي مش كورة بس. النهاردة كان في مباراة في كرة السلة بين الأهلي والزمالك في صالة عبد الرحمن فوزي بنادي الزمالك في ميت عوبة. لائحة الاتحاد المصري لكرة السلة بتقول إن المباريات بدون جمهور. طيب الفريق صاحب الملعب لو دخل جمهور يحصل له إيه؟ قال لك تلغى المباراة وتطبق اللائحة. فنادي الزمالك دخل جمهور. تطبق اللائحة اللي هي إيه؟ اللي هو لسه هيبحثها الاتحاد بقى. آه. إلغاء المباراة تحسب للفريق الضيف، يعني اللائحة تلغى المباراة في حال إدخال الفريق المستضيف أو المضيف جماهير، المباراة بتتلغي والفريق الزائر يعتبر فائز. نادي الزمالك دخل جمهور، الأهلي اعترض، تم سحب الجمهور لكن تم إدخال عناصر تانية، قال لك دول لعيبة الكورة في النادي عشان يشجعوا. الأهلي تمسك بحق القانوني لأنه حتى كانت مباراة الزمالك وسموحة هي اللي أثرت هذا الجدل. طب هو إيه المشكلة إن كل الناس تخرج حرصا على مصلحة فريق السلة في الزمالك؟ أصل أنا أتذكر إن الموقف ده حصل السنة اللي فاتت والزمالك كان الكابتن عصام عبد الحميد وقف المباراة، كان في بعض أسر أو ناشئات أو ناشئين كرة السلة في الصالة في النادي الأهلي بقى في صالة الأهلي، وأصر على خروج الجماهير. خرج وبعدين تبقى منهم عدد، راح موقف الماتش تاني واثر ولم تستكمل المباراه الا بعد اخلاء الصاله تماما من الجماهير. فاذا كان دي القاعده مش عايزين الجماهير او ما هو ومن الحب ما قاتل، يعني انت جاي تشجع. هي جت ازاي؟ يوم 20 مارس كان في مباراه الزمالك وسموحه. الزمالك دخل جماهير. الجماهير تجاوزت بحق نادي سموحه، الحكم حسب تكنيكال فاول مرتين على الزمالك لسبب اخطاء الجماهير، وبعد كده الاتحاد المصري لكره السله غرم الزمالك 30,000 جنيه وطلع قرار انه من الان فصاعدا كل المباريات بدون جمهور والفريق اللي هيدخل جمهور يحتسب مهزوم. ايا كان السبب مش دورنا نقتنع بالاسباب، وحدد قال لك اللي مسؤولهم اعضاء مجلس الاداره، دورنا ننفذ التعليمات. وانا هنا عايز كل اللي بيحبوا الاهلي الزمالك الاتحاد السكندري السموحة سبورتنج كل اللي بيحبوا انديتهم، المساعده اللي تديها ناديك انك تمتثل للتعليمات. طيب ده في الباسكت. في تنس الطاوله بقى ما شاء الله تنس الطاولة الأهلاوية بتعمل حاجات إعجازية شوية، لأنه فريق تنس الطاولة للرجال فاز بالدورة المجمعة الأولى لبطولة الدوري اللي اتلعبت في هيئة قناة السويس في الإسماعيلية. الأهلي فاز على إنبي 3-0. مثل الأهلي سيد لاشين ومحمد البيالي وخالد عصر. حقق الأهلي كان فوز على المعادي أيضا بنفس النتيجة 3-0، وعلى سبورتنج بنفس النتيجة، وعلى طنطا أيضا 3-0. تنس الطاولة في الأهلي نجح في الفوز على مصر للتأمين 3-0، ثم الزمالك بنفس النتيجة، وأخيرا على إنبي 3-0 ليحقق الفوز في جميع مبارياته بالدورة المجمعة. طيب ده بالنسبة للرجالة. لا بس هو أنا عايز هنا يعني الفرقة دي مين؟ ما هو هنا إما يبقى عندك سياسة إن يخرج منك لعيب 2-3 لأن أنت مركز إن يبقى عندك أبطال في هذه اللعبة، فبيخرج من عندك لعيبه تقال جدا ما بيهزوش الفريق. وبعدين لما يبقى واحد زي سيد لاشين شيخ لاعبي مصر والاكبرهم سنا وبسم الله ما شاء الله ربنا يديله الصحه والعمر، ما زال يفوز في كل مبارياته حتى الان. خالد عصر اخو عمر عصر فلتت تنس الطاوله الاهلاوي اللي محترف بره، والبيلي لا الاهلي يعيش حالة من التفوق الحقيقية في تنس الطاولة. طيب الحقيقة هنا جودة يعني معجزة مصر في تنس الطاولة، معجزة مصر في العصر الحديث الحقيقة، لما يبقى عندها سنها 13-14 سنة وتقفز للتصنيف الأول على مستوى بنات تنس الطاولة تبقى دي حاجة كبيرة. لما تفوز على فرح عبد العزيز لاعبة نادي الزمالك وسنها 27 سنة، بصوا الفروقات العمرية والخبرات، يبقى احنا بصدد فعلا. لا هي في مرحلتها السنيه ليها تصنيف متقدم جدا على مستوى العالم. وفي مصر هي على السيدات سبقهم كلهم. هنا جوده
مواليد 12 ديسمبر 2007 2007 يعني برضه بالظبط 13 سنه. بس كتبت كمان تويتر على حسابها من شويه بتناشد الدكتور اشرف صبحي والمهندس هشام حطب وزير رئيس اللجنه الاولمبيه، بتقول لهم انا اسمي هنا جوده، عمري 13 سنه، لاعبه المنتخب المصري لتنس الطاوله سيدات ونشئات، مصنفه الاولى على العالم تحت 15 سنه، مصنفه رقم واحد في مصر في تنس الطاوله تحت 15 و17 سنه و19 والسيدات، يعني على مستوى الفريق الاول هي المصنفه الاولى دلوقتي، ولسه عمري 13 سنه. طيب مالك يا هنا؟ قلت لهم انا بطله النادي الاهلي في تنس الطاوله لجميع الاعمار. انا بقى حلمي اللي بشتغل واسعى اليه ان انا احقق لمصر ميداليه اولمبيه في اولمبياد 2028، واني امثل مصر تمثيل مشرف وادخل التمن باذن الله في اولمبياد 2024. لكن بتقول لماذا حتى هذه اللحظه لم يقرر الاتحاد المصري لتنس الطاوله سفري الى اولمبياد طوكيو المتاهل اليها المنتخب للسيدات فردي وفرق بعد الالعاب الافريقيه اللي كانت في 2019. بتقول هنا جوده لماذا لا امثل الفريق المصري في الفردي والفرق وانا رقم واحد على مصر في التصنيف المحلي للسيدات وحصل على اخر بطوله فردي سيدات، لماذا الاصرار على عدم الافصاح النهائي عن الاسماء وعدم وجود برنامج اعداد للمتاهلين لبطوله افريقيا ولاولمبياد طوكيو، لماذا يرونني صغيره واني لازم انتظر واترك حلمي حتى يكون سني اكبر من كده، لماذا لا اكون اصغر لعيبه مصريه في اولمبياد طوكيو؟ ليه؟ عايز رايي؟ على قد فرحتي بيها، على قد فخري بيها، على قد ما انا شايفها ظاهره اعجازيه، مش مبسوط من التويته دي خالص. لما بنت صغيره، طبعا الكلام ده مش كلامها، انها يبتدوا يشعروها بقى بانها مظلومه وبانها يعني انا، وبعدين محدش يزكي نفسه على الاخرين، محدش يقول انا وانا وانا وانا. يا بنتي صدقيني وانا بقول لك يا بنتي، لاني لو انت بنتي والله ده اللي كنت هقوله لك، ما تشغليش بالك، اعملي اللي عليك، حقك هيجي لك، لكن بلاش طريقه تجييش المشاعر عشان اخد حقي على وسائل التواصل. انسي خالص وسيله التواصل الاجتماعي، انسي تويتر، عايز الانستجرام انك تعملي صوره لنفسك ماشي، لكن الكلام ده هياخدنا في سكه المظلوميه بعد شويه يا استاذ ابراهيم. طب ممكن بعيدا عن كلام هسالك انا سؤال. لا ده موضوع تاني. هي كانت تقدر بسهوله جدا، بسهوله جدا تتكلم على المسؤولين. طيب في اتحاد التنس الطاوله قدامنا رد، تخلي النادي الاهلي هو اللي يتكلم الكلام ده. انما ان انا ينسب اليها هذا الكلام اللي انا مش مقتنع ان هو ينسب اليها، واذا نسب اليها ده مش صح. انهي الافضل من وجهه نظرك؟ هي كده من ضمن الفريق اللي موجود في طوكيو تسافر على سبيل الاعداد وتبقى ظاهره ان اصغر لعيبه ممكن اسالك سؤال؟ طب لما هي في ضمن الفريق بتاع طوكيو بتشتكي في ايه؟ هي مصر تاهلت، بس مين اللي هيمثلها؟ هي في الفرد والفرق لسه. هنا بقى ده اللي مضايقني اكتر. انت ليه بتستبقي الاحداث وكانك بتضغطي في حاجه؟ يا ستي والله مفيش عاقل هيتجاهلك وتجاهل حقك. مفيش عاقل هيتجاهلك ومفيش عاقل هيقبل انك تظلمي، بس سيبي ده للمسؤولين. وانت اتفرغي لتنس الطاوله اللي هتبقي فيه حاجه كبيره قوي. يا هنا انت مش بنتي، انت حفيدتي، خليكي في تنس الطاوله ومحدش يتكلم باسمك من فضلك يا هنا عشان تبقي لعيبه كبيره قوي. لان اللعيب لازم يبقى فاهم انه لو عاش المظلوميه هيتظلم. ده كلام مهم جدا، وهنطلع لفاصل وبعد الفاصل كلام اهم شويه. اهلا بحضراتكم من جديد. شفنا في مقالي ومقاله عمليه تعويم المنتخب وازاي المساله نجحت وازاي سفينه المنتخب رست على شاطئ الكان بسلام عشان تروح الكاميرون يناير العام القادم ان شاء الله تعالى بطموح المنافسه على اللقب باذن الله. فريق في كل هؤلاء اللاعبين، فريق بينه او بيقود هجومه لاعب يصنف بين افضل لاعبي العالم، من حقه انه يحلم بانه مكانه الطبيعي وحقه الطبيعي المنافسه على لقب البطوله باذن الله. ده كان ابرز في ما قالوا وما قالوا، لكن هناك كلام كثير في الغربال، شعار الاهلي عالمي. طب
طب قبل ما ناخد الشعر ده آه. ممكن بس عشان يعني ضميري يبقى مرتاح خالص في موضوع هنا جودة ده. آه. أنا عايز أعقب تعقيب صغير. خلاص أنا قلت من ناحية الشكل مش عايزين نقحم بنتنا في هذه المشكلة. ما يصحش هي اللي تطلب حقها. في وراها نادي قوي يقدر يجيب حقها. وفي قبل كده وزير وفي ناس مسؤولين عن الرياضة. لأنه أنا بفكر في البريك قلت الله اللي بيخلي الكلام ده يطلع دلوقتي لازم في حاجة قلقانة منها ها؟ هنا او لا امورها خلينا واقعيين يعني مصرتها يعني ايه اللي يعني ما هي مصنفه رقم واحد كيف يتبادر القلق الى ذهنهم الا اذا كانوا شامين حاجه لازم يبقى في شفافيه ولازم يبقى في اعمل تصفيات واعمل اللي انت عايزه اذا كنت عايز تعمل ابناط للترتيبات المحليه اعمل تصفيات اخرى لكن اذا كان في حق لأي رياضي كفاية بقى اللي شفناه بصراحة في هبة عبد الرحمن وهبة عبد الحميد أبطال ما احناش عارفين إمتى هيرجعوا الملاعب يتنافسوا ويجيبوا لنا ميداليات لكن هنا لا دي مشروع عالمي يجب دعمه يجب دعمه وإن احنا نجري ورا حقها زي ما نصحتها لا هنا سأقاتل على حقها بإذن الله تمام شعار الاهلي العالمي بقى كان موقع 442 الانجليزي 442 معني بكره القدم وانديتها العالميه ابرز الشعارات او شعارات الانديه المختلفه حسب الموقع بايرن ميونخ جه في الترتيب الاول من حيث افضل شعار لنادي على مستوى العالم ابردين الاسكتلندي كان الثاني ميلان الايطالي الثالث اياكس الهولندي الرابع ومين الخامس خامس شعار على مستوى العالم الاهلي شعار الاهلي ياتي في الترتيب الخامس انت اللي بصيت في قائمة لي. المئة جهاز المئة شعار انت اللي بصيت لي طبعا لان انا لازم افهم الناس قيمه يعني ايه الشعار هو 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 كده رسمه وبنقعد نتشعبط وراها ولا هي بتلخص فلسفه معينه الحقيقه الشعار دي ثالث مره يتغير اول مره كان عليه التاج الملكي لكن بعد 52 كان ما ينفعش بقى عليه التاج الملكي فتغير الى الشعار اللي قعد برضه حوالي 50 سنه لما رحنا كاس العالم للانديه 2005 واحنا قاعدين تحت كان الكابتن حسن حمدي جه يوميها يعني زياره 48 ساعه ورجع مصر وقاعدين بقى رحمة الله عليه إبراهيم صالح عضو مجلس الإدارة وأستاذ صفوان وآخرين يعني كابتن طارق كابتن طارق وكابتن خطيب وأنا حقيقة خطر في بالي إن إحنا كان الكابتن صالح نفسه يعدل الشعار نفسه يعدل الشعار قال لي إن الشعار عايز حاجة قوية كده بس ما كانش فيه مناسبة فقلت لهم يا جماعة إحنا هل الشعار اللي موجود ده يعبر عن المرحلة اللي إحنا عايشينها؟ لأن الشعار ده تعبير رمز القوة عايزين حاجة يعني وفرصة بقى ما حدش هيقول لك أنت بتغير ليه دلوقتي؟ إحنا داخلين على الألفية الثالثة يعني سنة 2000 أنت بتجهز لـ 2003 لـ 3000 لـ 3000 المهم كنا في 2005 كنا في 2005 بتجهز لـ 2100 واخد بالك؟ فانت وخدت نادي القرن ووصلت كاس العالم للانديه اصبح هناك مبرر انك عايز شعار في الاضافات اللي تخليك تشعر بكل هذه المعاني فتصمم هذا الشعار اذا انا ليه بقول الكلام ده الشعار ده لما تصمم عبر عن مرحله عبر عن فلسفه عبر ولذلك فاز لان في كل معاني القوه لما تشوف النسر بتاعنا عامل ازاي وهو يتاهب للانطلاق اللون انت في 2005 انت كنت استعدادا للمئويه في 2007 بقى ايوه كان في مناسبه تستدعي ان انت تعمل هذا الكلام كل المزايا دي وحطينا بقى فكره ان كل النجوم تباعا ترصع هذا الشعار فالشعار بي 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 بما يمثله من ناحيه الشكل والمضمون والفلسفه والمعنى
يستحق هذه المكانه، مش عايز مناقشه، واللي احبوا بوخوا الموضوع وقال لك ده متصنف الفابيتك. لا يا حبيبي، بايرن ميونخ انت نبهتني ان الترتيب الاول بايرن ميونخ، الترتيب الثاني ابردين الاسكتلندي، الثالث ميلان. الرابع يبقى اياكس، الخامس الاهلي. يبقى البي والاي مش ممكن قبل الاي بالظبط. لكن في كل اتلتيكو مدريد الاسباني في المركز ال11، يليه مباشره برشلونه ثم ليفربول، جه في الترتيب 56 متفوقا على مانشستر يونايتد 59. الموقع البريطاني حط بيراميدز في الترتيب 77 والزمالك في المركز 99. طيب هنا بقى الرسالة يا جمهور الأهلي الجميل، يا جمهور الرياضة المصرية العظيمة، عليكم أن تفخروا بالأهلي شعارا ومضمونا. وهي دي قيمة التواجد العالمي يا جماعة، خلوها ترتيب أبجدي. ما هو لو ترتيب أبجدي وانت بتحط الأندية المصرية في قائمة 100 نادي على مستوى العالم، ده حضور كويس. خلينا دايما نبص للجانب المليان من الكاس، لانه ليك ثلاث انديه، ليك ثلاث انديه في قائمه ال 100 نادي في العالم، مترتبين ابجدي، مترتبين حسب شكل الشعار والجاذبيه اللي فيه او حسب التصويت عليه ليكن، بس في كل الاحوال انت موجود بثلاث انديه في قائمه 100 شعار لنادي في العالم. الاهلي من احسن خمسه، والاهلي يجي في المركز الخامس، ايا كان الترتيب وايا كانت المساله، هذا حضور يشرف الكرة المصرية أو يشرف الرياضة المصرية عامة. إذن عندما يكون هناك قصة تنطلق من شعار يبقى الناس تلتفت إليه. بالضبط. حبوا شعاركم ودافعوا عنه. طيب على سبيل برضو هذا التدعيم المهم جدا لعلاقات الأهلي مع الأندية، لأن هي مهندس عدلي استهل الحلقة بأهمية الرياضة في التقارب وأهمية العلاقات. نفسنا نرجع نمارس الرياضة ونستمتع بالرياضة ونتفرج على الرياضة من خلال قيمها اللي بيحرص عليها بالتأكيد النادي الأهلي، وكان حرص الكابتن محمود الخطيب على مد جسور الثقة والتواصل والتآخي مع الأندية الشقيقة كهدف من أهداف النادي الأهلي وجزء من رسالته مع محيطه ومع مجتمعه. كتب الأستاذ سامي عبد الفتاح في المساء بيبو والزيارة الذكية متحدثا عن زيارة الكابتن محمود الخطيب لناديي سموحة والاتحاد وما حظي به من حفاوة وترحاب سواء من المهندس فرج عامر أو من الأستاذ محمد مصلح. اسكندرية ليها مكانة في قلب كل الأهلوية وتاريخ طويل من العلاقات الطيبة والروح الرياضية، وتجد الأهلاوي يشجع الاتحاد والاتحادوي يشجع الأهلي. صحيح. طيب نيجي بقى للكلام عن المفاوضات. عايز اسالك وانت بقى مستشار الصفقات والتسويق، طلع خبر مهم امبارح اتقال، ولتر بواليا المهاجم الكونغولي تلقى الاهلي عرضا مغريا جدا لانتقاله الى احد الانديه، قيل الاسيويه، كان فيها تلميح كده من الكابتن سيف زاهر ان ربما تكون الصين. شوف اقول لك حاجه، انا كنت حريص قوي اني اسمعك ايه الحكايه بالنسبه للنادي الاهلي. لم يصلنا شيء بقى، لم يصل، انما ربما يكون حد عنده حاجه لسه هيعرض على النادي الاهلي. ما اقدرش اقول ان الخبر صح ولا غلط يعني، لكن اقول ان ما فيش حد عرض على النادي الاهلي حاجه بالنسبه لولتر بولي، بالنسبه لاي لاعب. لأي لاعب؟ أنا لسه أسألك عن خبر تاني. لا وتحديدا بواليا، حتى ما فيش إشاعة، ما فيش همهمة، ما فيش اتصال، ما فيش ورقة، ما فيش حاجة، ما فيش مثلا وكيل وسط حد إيه رأيكم لو جالكم حاجة هيمشي ولا لا. بعكس بقى اللي أنت جاي هتسأل عليه بعد كده، اللي هسأل عليه كان في الوطن الأهلي عن عروض ديانج للرحيل لا أساس لها من الصحة. ما فيش عروض لكن في همهمه. شوف الثاني قلت لك لا همهمه ولا عروض، في ناس بتحدف مجسات كده يعني. بالنسبه لولتر بولي لا كول ولا مز كول، ولا كول ولا مز كول، ولا حد مثلا دبدب برجليه، ولا حد رن لسه 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 ما حدش دبدب برجليه. لكن بالنسبه لديانج هو كلام، ناس بتقول نقدر نعمل كذا، نقدر نسوي كذا، لكن موقف النادي الاهلي هو هيعمل ايه مع لعيبته، ده لكل مقام كلام، لان الاهلي دلوقتي متمسك بكل لعيبه. طيب الاهرام قال الاهلي بيقول لم نفاوض زيزو اساسي ونحترم تعاقدات الانديه،
حمدي فتحي يغيب شهرين والدرندالي ينهي ترتيبات رحلة السودان، لم نفاوض زيزو وساسي. ده كلام اتقال موقف رسمي من الكابتن خطيب. وكان دقيق الحقيقة، يعني عشان برضو ما تبقاش الحاجة في المطلق. لا يمكن استغلال الظرف الحالي للزمالك في التفاوض مع أي لاعب من لاعبيه حاليا. يعني 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 في مرحلة تجديد للاعبته، لا، إذا كان حد بيقول لك الأهلي داخل وبتاع ما تصدقوش. يعني خد راحتك وأنت مع لاعبتك خلص. طب افرض إن في لعيب ما ولا لاعب في المستقبل، مش معنى كده إن عندي معلومة، أنا بتكلم بقى في المطلق. في لاعب لا الزمالك عايزه ولا هو عايز يكمل خلاص ما تقعدش نربط بقى ويقول لك ده انتوا قلتوا. شوف النهارده الكابتن الخطيب موقفه واضح جدا والنادي الاهلي واضح جدا، دعوا الزمالك في شأنه الخاص يلملم اوراقه. طيب الجمهوريه موسيماني وضع خارطه الطريق للمستقبل شباب الاهلي تحت الميكروسكوب، واضح انه مهتم كتير بالعناصر الشابه. لا ما هو ما يعمل ماتش، احنا اتفقنا لما يعمل ماتش بين الشباب وال ما تبقى من عناصر. ده انت بتعمل يعني بعد ما العناصر تروح منتخب الاولمبي وناس تروح للمنتخب الاول ومعارين. ايوه، ويدي فرصه للشباب. اذا الاهلي عنده صفوف وصفوف وصفوف. وهو ده مهم جدا، انك انت تبقى بعد سنتين، طب انا عندي مشكله دلوقتي في الباك رايت ولا في الباك ليفت ولا في الوسط، مين من الناشئين دول من دلوقتي اناشد اقدر يدعمني في المستقبل. السياسه دي نجحت، شفنا عندما عاد اكرم توفيق كانت الليله عامله ازاي، لما محمد شريف عاد كانت الليله عامله ازاي، لما ناصر ماهر عاد كانت الليله بعد الاعراض. النهارده كل الناس لازم تبص على احمد ريان بقى في المنتخب الاول. شفت انت احمد ريان في المنتخب الاول، وعندك حتى في الفرقه دي اللي لعبت فهد جمعه، وفاجئ فهد جمعه دخله مين؟ عشان تشوف انه فرود ربما يكون في جين وراثي. صديقك محمد رمضان يا راجل. ده بس لو قعد مع محمد رمضان بس. بس بوست رمضان لا قال ولا حد يعرف، انا عرفتها بالصدفه. يسعب يسمع كلامه صحيح، هيمشيه على الطريق السليم. لا ده انت هتخليني بقى فادي ده اللي حط رجله جاب الجون بتاع فريق الشباب. مش حط رجله، انا عايز ده يشتغل زي محمد رمضان ولا لا، او 10% من دماغ رمضان. ده رمضان ده ظاهره، ظاهره في الحكمه، ظاهره في القوه، ظاهره في الكفاءه، ظاهره في الاخلاص، في حب الاهلي الحقيقه. لا ده كمان. حاجه كده يعني. صحيح. طيب دي مكاسب مرحلة الاهتمام بالشباب الحياة. وفي الأهرام المسائي مفاجأة، بيرسي تاو على أبواب الأحمر، بيتسو يطلب جوهرة الأولاد، والصفقة مطروحة مقابل مليونين و500 ألف دولار. ده غير سيرينو. ده سيرينو تاني، ده بيرسي تاو. المرحلة الجاية بتاعت بيرسي تاو يعني. يعني نقطة. طيب المصري اليوم موسيماني يرفض العفو عن كهربا قبل مواجهه المريخ، حمدي فتحي يغيب 6 أسابيع وتجدد المفاوضات مع موليكا. كهربا، لا استنى بس. اقرا الخبرين ورا بعض. طيب ده في المصري اليوم. في المسا موسيماني يعيد كهربا للاهلي بشروطه. ستوب. هو موسيماني ده ما وروش شغل يعمله. يعني موسيماني قاعد يصرح للاعلام للجرايد والمواقع التواصل هعمل وحسابه يطالب، وده يرجع وده ما يرجعش ويرجع من الاعاره. ده لو قاعد بيعمل كده بس مش هيلحق يقول كل الاخبار اللي موجوده في وسائل الاعلام. انا عايز اقول لك بالاضافه لكده يا جماعه، اعمال العقل والله. لا انا عايز اقول لك على حاجه ويا ريت نتاكد من دي برضو. هو الخطا بتاع كهربا كان يوم كام؟ 28. اذا ثالث امبارح. انت بتتكلم في مرور شهر. لو رجع يلعب دلوقتي الاهلي عفى عنه والاهلي تنازل، مع انه حتى الناس وهي بتكتب مش واخده بالها هي مده العقوبه اللي مدير الكره فرضها حاجه بقى. شهر. اقول لكم حاجه، الناس دي بتشتغلكم. ليه بتشتغلكم؟ لان عايزه تصدر لكم صوره باستمرار واحنا بننجرف وراها، ما
ونبتدي نقول هل انت مع بقاء كهرباء ام مع رفع رحيم موسيماني؟ يعني نبتدي نخش في حاجات، واخد بالك؟ من فضلكم الدنيا مش ماشيه كده، ولو الاهلي على المشاع قوي كده ما كانش بقى الاهلي. قالك موسيماني يعيد كهرباء للاهلي بشروطه، طلب من اداره النادي تحذير اللاعب بعدم تكرار مشاكله والا الرحيل في انتظاره. عرفوا منين؟ طلب موسيماني من نادي الاهلي. مين نادي الاهلي؟ مش في الجنين قال لهم يا جماعه بقى قولوا للنادي الاهلي، قولوا الراجل ده كذا كذا يا اهلي قولوا. يعني طلب من سيد عبد العزيز، طلب من الخطيب، طلب من مين؟ وهو محتاج يطلب، يعني هو محتاج ينبهنا ان كهربا بقى يا جماعه والنبي يا رب الحاجات الشقاوة دي ما ترجعش تاني يا كهربا، عشان محتاجين مجهودك، ويلا بقى الحق بلاش تضيع وقت اكتر من كده. دي مش محتاجه موسيماني ولا عدلي ولا انت ولا اي حد يقول الكلام ده. ده هو نفسه لازم يكون وصل للحقيقه دي. فمن فضلكم يعني شوفوا بقى نسر الصلاه، لانه ده نسر الصلاه بجد. يعني اذا كان حد بيقول لك مش عارف مين ملوك الصلاه ومين ملك الصلاه، لا، احمد صلاح نسر الصلاه، لانه انه يجي في ترتيب عالمي بين افضل لاعبي الكره الطايره في العالم. بيقول صلاح في المساء لا اشبع من البطولات والجوائز. حقق كام بطوله بقى احمد صلاح؟ حققت 55 بطولة و27 لقب، واتمنى الفوز ببطولة افريقيا المقبلة. 27 لقب، لانه في معظم البطولات بياخد افضل لاعب، الناس افضل ضارب. ايه الفرق فردية. ايه الفرق بين البطولة واللقب؟ البطولة هي نتيجة مسابقة، اللقب تصنيفه داخل البطولة المسابقات. فهو 27 ياخد افضل لقب. ضارب يفضل اخد احسن لاعب، خد افضل ضارب على مستوى العالم من كام سنة. وهو النهارده مصنف واحد من افضل 100 لاعب على مستوى العالم في العقد الماضي. بيقول احمد صلاح الاهلي صاحب فضل عليا، وتعلمت الطموح والمسؤوليه داخل القلعه الحمراء، وهو ده دور الاهلي. لما تلاقوا هنا جوده طفله بتعمل كل هذا النبوغ المبكر، لما تلاقوا احمد صلاح عنده كل هذه الالقاب والتحديات ويذكر فضل الاهلي عليه، هي دي البصمه الحمراء. طيب البصمه الحمراء كمان في عودة الصدارة لفريق كرة الكرة الطائرة. فاز على الترسانة، فاز على الترسانة قبليه على الزمالك، لأنه ده الماتش اللي عادوا إلى يعني عادوا إلى القمة. كان ناقص الترسانة، يعني فارق المستوى سمح إن الأهلي كده متصدر ب 31 نقطة. نرجو أن يستمر على هذا الوضع عشان بقى يبقى يعني فعلا الكرة الطائرة أو تسطر مجدا غير مسبوق. بالتأكيد. هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل ناس هتتمسك من عظمة لسانها. أهلا بحضراتكم من جديد. شفنا هزة الغربال من المهندس عدلي، سقطت أخبار كتيرة جدا، سواء اللي بيتقال عن ولتر بواليا، أو اللي بيتقال عن أليو ديانج، أو اللي بيتقال عن موسيماني أو كهربا أو أو أو. عقوبة كهربا بالمناسبة كان صدرت يوم 3 مارس. الخطأ كان وقع في مباراة طلائع الجيش اللي هي 28 فبراير. فأنت من 28 فبراير ل 28 مارس أدي العقوبة شهر، عايز تحسبها ل 3 مارس يبقى ل 3 ابريل. في كل الأحوال لا الأهلي رفع عقوبة ولا الموسيماني طلب رفع العقوبة. العقوبة انتهت. كهربا منضبط وملتزم وبيأدي تدريباته اللي بيطلبها منه الجهاز الفني، غير كده كله كلام مش في الصحيح. لكن في كلام كتير هنحطه لكم بحضراتكم بعظمة لسانه الفخر بالقيمة. والله حتى لو كنت العندليب، الفخر دايما بالقيمة، وهتشوفوا ليه الفخر بالقيمة. خلينا نبدأ بداية، احنا أشرنا في بداية لاهتمام النادي الأهلي ورئيسه الكابتن محمود الخطيب بمد جسور الثقة والتواصل والعلاقة الطيبة مع كل الأندية، مش بس اسكندرية، على مستوى المنافسين كمان يا باشمهندس. عجبني جدا جدا ما قاله المستشار عماد عبد العزيز انطلاقا من تداعيات مواقف الأهلي وتصريحات الكابتن الخطيب. أسمع بعض الإعلاميين وبعض الزملاء الصحفيين، واحد يقول له الاهلي قال مش هيفاوض حد من الزمالك، يقول لك ها ما صدقش. يا عمي لا، ما هم قالوا كتير. طب ما تصدقش مسؤول الاهلي، قالوا كتير. صدق رئيس نادي الزمالك، قالوا كتير. كويس، وبعدين حصل ايه؟
مثلا يعني خدنا مين من الزمالك بعد ما قلنا كتير؟ هيقول لك كهرباء 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 بعدين مش وقت. لا نشوف رئيس نادي الزمالك المستشار عماد عبد العزيز امبارح مع الزميل سيف زاهر قال رايه في هذه الجزئيه. عهد جديد، علاقه جديده ما بين الاهلي والزمالك طبعا. وشفناها مترجمه ما بين حضرتك والكابتن محمود الخطيب وتصريحات الكابتن محمود الخطيب ان ما فيش صفقات هنخش على الزمالك فيها، وده حصل بالفعل، والعلاقه يعني اكثر من رائعه يعني. بالظبط، هو العلاقه طيبه حضرتك مع النادي الاهلي تماما ومع الكابتن محمود الخطيب، وفعلا انا بشكر الكابتن محمود ان هو قال اللي على حسب ما انا عرفت يعني ان ما فيش اي صفقات في الوقت الحالي من نادي الزمالك. من نادي الزمالك تماما او الاقتراب منها، طبعا بوجه له الشكر. وده ساعدكم يا فندم في التجديد؟ اكيد يا فندم، اكيد اكيد. انا دايما بقول حضرتك ان الرياضه هي وسيله للتقارب والود والاحترام. هل ممكن يا فندم حضرتك تروح النادي الاهلي تخبط على الاداره هناك او المكتب، طبعا مع كابتن محمود الخطيب، تاخد صفقه منه؟ وهل ممكن هو حد من النادي الاهلي كابتن الخطيب يجي نادي الزمالك وياخد منه صفقه؟ انا اتمنى يا فندم في يوم اجد ان الاهلي بيطلب رسمي او الزمالك بيطلب رسمي بطلب في منتهى الشفافيه، انا عايز اللعيب ده وانت عايز اللعيب ده، خده وتعالى ونتفاوض وده يلعب هنا. حضرتك لو حصل كده تبيعه يا فندم، والاهلي برضو لو حصل ان انا عايز حد من هناك برضو الاهلي يبيعه. ده يا فندم هنقضي والله على التعصب لو عملناها مره واحده بس. لو عملناها مره واحده، لو عملناها مره واحده. الكره دلوقتي في ملعبك وانت خبير الصفقات والتعاقدات، مبدئيا ايه تعليقك؟ هو ده المنطقي. انت عندك لعيب انا محتاجه، اللعيب ما عندوش مانع، ويبقى كلام الفلوس. لو بتحقق لك احتياجاتك خلاص، ده بيحصل مع كل الانديه. لكن هتيجي تقول لي اهلي وزمالك، المشكله مش هنا. المشكله انت وانت كمسؤول، لو انت سبت بارادتك لاعب يروح للنادي المنافس بتاعك، لو حدث لسبب او اخر انه غير موازين القوة، ما اعتقدش ان هيبقى مقبول انه ما لا يحاسب، سيحاسب صاحب القرار. فهي المسألة انت اللي بيحصل ايه؟ ده لعيب عقده خلص، خلاص هعمل له ايه؟ سفرته بره، عنده شرط جزائي في عقده، الامور ماشيه بالطريقه دي. لكن احنا كنادي اهلي بقى، هل احنا فعلا بنحرض لعيبه الزمالك؟ ابدا اطلاقا، لم يحدث. هيقول لك كهربا، كويس كهربا. كهربا كان عنده مشاكل كثيره جدا يا جماعه. كان كهربا بنفسه مش هو اللي كان بيجي ناس يقولوا لي، اقول لهم طول ما كهربا مرتبط لا شان لنا بمشكلته مع نادي الزمالك اطلاقا. لكن لو كهربا لسبب او اخر بقى فري، لما تشوف ان اللاعب بمبادره شخصيه منه راح وعمل وسوى ورفع قضايا وخد ما يعتقده حقه، هل ممكن انت تتخلى عن لاعب بعد ما 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 باصرار عايز يجي لك بشكل عملي؟ لكن هل كان لنا دور؟ والله لم يحدث اطلاقا. والله لم يحدث، لم يحدث ان كان للاهلي دور في هذا الكهرباء مع الزمالك خالص، ولا سفر ولا البرتغال. في حدود الكلام معايا انا شخصيا. وانت كنت مسؤول في الفتره، ولا حتى بالوعد، ولا بالوعد. مشيت نتيجه تطورات الاحداث، لان في الاخر انت ما انتش عارف ساعه ما يبقى هو متاح مين المدرب اللي هيكون موجود وعايزه ولا لا. ايوه دي نقطه، هي دي نقطه مهمه جدا. والمشاكل القانونيه في هذا الامر بدليل هو احنا مش مضينا مع الكابتن الأباني، هو احنا مش مضينا مع الكابتن شيكابالا، هو احنا مش كان معانا عقد الكابتن أيمن حفني أول ما تبدلت الرغبة؟ بشير التبعي. لا لمعي دي يقول الناس مش هتفتكرها لأن كان فيها بشير التبعي. لا بشير التبعي دي قصة لوحدها. خلينا أهو مثلا يعني أما يجي بمنتهى الإرادة الحرة بتتفق مع النادي الإسماعيلي بيطلب مبالغ هي الأكبر
في سوق الانتقالات وبياخد اللعيب اللي بقاله 6 اشهر ياخد فيه مبلغ يستفيد منه وياخد لعيبه وياخد دعم. يعني في محمد عبد الله ها واخدين شيكو محمود شيكو الليبرو خدت باك واديت لهم ليبرو شريف عبد الفضيل خد احمد صديق خدت شريف خد احمد صديق زائد مبلغ مالي كبير ايوه واخد بالك وبملء الاراده ملء الحريه فما حدش يجي يقول لي انتوا بقى اللي بتعبسوا في هذا الامر وبتحرجوا حتى الادارات اللي بتاخد القرارات السليمه لعيب عندي هيمشي ببلاش بعد 6 اشهر ومصمم يمشي ان ما جاش الاهلي هيروح حته تانية ده انا هقول لك على مثل صارخ المعتصم معتصم سالم احنا قاعدين وخدنا القرار واتفقنا مع النادي الاسماعيلي والشيك صدر الشيك احنا بجهاز الاستغناء ابعتوا لنا عربيه عشان تاخدوا الاستغناء والعربيه في الطريق تليفون تاني كان حصل مكالمه بتسرع من حد اعلن على الهواء ان الكلام ده في خلال لحظات هيحصل كذا كذا وابواق اللي انت عارفها فلان الفلاني الحقوه والاسماعيلي وثوره وكلمونا قالوا لنا من فضلكم ارجعوا الكلام ده لحد الصبح ارجعوا الكلام وما تمتش طب ايه اللي حصل بعد كده ايه اللي حصل بعد كده رايح المعتصم ايه ببعديها بمبالغ اقل بكثير من اللي النادي الاهلي كان عارضها طب هل استفاد نادي اسماعيلي كده ما هو اللعيب هو مصمم يمشي واخد بالك فراح يمبي وكان معاه سيرد باك كمان كويس قوي كان لعيب شحاته كان في الاسماعيلي يعني عبد الله الشحات كان مع وراحوا الاثنين امبي قبل كده كان لا النماذج كتيره لو اذكر لك النماذج طيب انا هرجع لكلام المستشار عماد عبد العزيز المستشار ده هو هل لم يحدث ابدا للاهلي انه فكر يطلب لاعب من الزمالك بشكل مباشر او انت ما خدتش اتصال من حد من الزمالك كان في كلام لا انا هقول لك حاجه انت هتقول التعاون بالاهلي والزمالك انا كنت في مجلس الاداره سنه 76 ايوه ومن كتر الناس اللي بتعبث في العلاقات قررنا احنا والزمالك ان نبقى في مواجهه الفوضى الكرويه اللي على الساحه نعمل مكتب تنفيذي مشترك بين الناديين من 6 افراد 76 في المجلس بتاع 76 أيوة. فممكن تقول الموضوع ده كان 78 مثلا من 76 ل 80 فالثلاثه بتوع النادي الاهلي انا كنت منهم استاذ كمال حافظ وانا وكان في حد الثلاثه بتوع الاهلي وعملنا اكثر من اجتماع مكتب تنفيذي مشترك هتعاون بشكل مباشر اهو في قضايا تهم الناديين وتهم الكره ما هو الناديين لما هم القاطره اللي بتجر فلو هتاخد اتفاق على قضايا رياضيه الوسط الرياضي كله هيستفيد منها ده كان نموذج للعلاقات ونموذج للفكر اللي هو سابق التعصب فانا اتمنى ان احنا نوصل للمرحله دي لكن هي تبقى بس ما هو ما كانش سابق التعصب لان انا لما ببص هلاقي قبلها بخمس ست سنين او سبع سنين كانت مباراه مروان يا عم لا ده مباراه فيها شغب مالهاش دعوه بالتعصب دي ده ناس مش قابله نتيجه شغب على قرار حكم لا قرار حكم شغب ده في العالم كله لا لكن التعصب موجود في شكل ايه بقى؟ الشتايم اللي في المدرجات في شكل عدم قبول الواقع انك بتنكر على اللي قدامك اي ميزه وبتنسب لنفسك كل الفضل بخلاف ما تقوله الارقام والحقائق ده التعصب التعصب انك انت دايما شايف اللي قدامك غلط وانت صح ده التعصب انما التعصب مش انك تتعلق بناديك قوي ده تعلق ومطلوب على فكره انك تتعلق بالمحب الى اقصى درجه واخلاص الى اقصى درجه لكن تتصرف بحماقة دخلنا في جنون ده نوع من الجنون والحماقة التطرف في الحب اللي ياما ناس حبت سواء أشخاص أو كيان أو مكان أو وظيفة أو وأضرت بالمكان بهذا الحب المتطرف إذن يعني اهتمام الأهلي بمد جسور التعاون والاحترام والتقدير والسلام الرياضي والسلام الاجتماعي والهدوء وخدمة المصلحة العامة
والانتصار للمصالح العليا، ده توجه مجلس إدارة النادي الأهلي مش بس تجاه أندية الإسكندرية الشقيقة، تجاه المنافسين الكبار وعلى رأسهم الزمالك. وشفنا تصريح الكابتن هو الهدوء الخطيب، وشفنا رد فعل الهدوء الذي يعيشه الوسط الرياضي النهارده. مش دي ثمره الكلام الطيب اللي بيطلع من هنا ومن هنا، والمواقف الطيبه اللي من هنا ومن هنا؟ كان حلو ان احنا كلنا عايشين هذا الاحتقان. لا، ده الطبيعي، دي الرياضه. دي الرياضه. علشان كده هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل بهي دي الرياضه كلام فيها بعظمه لسانه. اهلا بحضراتكم من جديد. بعض مثل لسانه، لان احنا دايما بنبقى معنيين انه بتسمعوا كلام كتير ورغي كتير وهري كتير، بنبقى مهتمين نشوف الحقيقه فين. بعض مثل لسان الشخص المعني نفسه، المصدر المسؤول المباشر، اتقال كلام في الفتره اللي فاتت كتير بقى في وسائل الاعلام عن اصابه علي معلول، والحق ده الجهاز الطبي للمنتخب التونسي كشف الجهاز الطبي للنادي الاهلي، الحق ده اصابه علي معلول التوانسة قالوا عليها معرفش ايه، الحق ده الدكتور احمد ابو عبله بتاع النادي الاهلي شخصها غلط والراجل اتعور، وي وي وي. كل الرغي ده سمعناه الى ان جاءت الحقيقه على لسان دكتور المنتخب التونسي الدكتور سهيل الشعلي، اللي كان له اتصال في اون تايم سبورتس مع الكابتن شوبير. نشوف حقيقه اصابه معلول في التشخيص التونسي. سؤال واضح ومحدد، هل علي معلول جاءك تونس غاضبا من طريقه علاجه في النادي الاهلي؟ سؤال حلو كثير. لا الله يخليك، ما كانش زعلان، بالعكس هو احنا الطاقم الطبي للمنتخب والطاقم الطبي للنادي الاهلي هو نفس الطاقم بالنسبه لعلي معلول. نعم، احنا الطاقمين متفاهمين بين بعضنا، وانت عارف ان علي معلول كان يجب عليه ان يكون موجود معنا هنا في معسكر تونس لان وقع استدعائه، فخيرنا ان نتواصل مع الطاقم الطبي للنادي الاهلي وان احنا نواصل العلاج هنا في تونس، وعلي شويه راحه، منه راحه، منه استجمام، ومنه علاج، ومنه معناها يكون ان شاء الله يرجع للنادي الاهلي في احسن وجه. دكتور حضراتكم ما كانش عليه غاضب، وانما من هو اتفاق بيني انا وبين دكتور النادي الاهلي. طيب، وبحول الله كما اتفقنا مع النادي الاهلي انه علي معلول يكون ان شاء الله يرجع الى مصر للعب معناها في الفريق نتاعه بدون ان يقع توقف، وانما شيء طبيعي ان يقع احترام معناها بدايه اللعب بتكون ما تكونش 90 دقيقه، حيكون ان شاء الله 20 نص ساعه. نعم، احنا ونشوف الحاله والتاهيل نتاعو تام. هو طبي، هو طبيا اذا اردنا ان نطول في راحه في الراحه الطبيه، نعم، ممكن ان يكون علي معلول يلعب 90 دقيقه، ولكن نعم، معناها طبيا وعلميا نخيره احنا انه يبدا المجهود تدريجي. طيب، متى سيعود الى الملاعب الفتره المتبقيه؟ والله احنا حددنا الموعد نتاعنا ان شاء الله نكون معناها نحترم المواعيد، ولكن ما تعرف معناها في العلاج فيه اشياء ممكن يقع توخيرها او تقديمها. نعم، احنا الحين البرنامج اللي سطرناه مشينا عليه 100%، ونتيجه البرنامج هذا انه خرج من العياده زي ما برمجناه من الاول، وبحول الله كل في الكل شهر من معناها من تاريخ الاصابه يكون موجود على الميدان في مباراه. من تاريخ الاصابه اللي هي امتى يا دكتور سهيل؟ اللي هي عندها تقريبا يوم 16 يوم ان شاء الله، يعني 16 الشهر المقبل ممكن يكون في الميدان. فيكون في الميدان للتدريبات. وهل الوقت ده اللي هيقعد لا 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 ليس للتدريبات وانما للعب. للعب يعني بعد يوم 16 ممكن يكون بيلعب بعد. ايوه ان شاء طيب. الله. اللي قالوا بقى انه علي معلول هرب من مباراه بايرن ميونخ، ما رايكم؟ مش علاج. طيب، ده رأي الدكتور سهيل الشملي بكل الوضوح، وكابتن شوبير تقريبا مهتم انه يلم له كلام الناس عشان يسألوا عليه بوضوح، يعني ما حصلش تضارب في التشخيص يقول له اطلاقا، كان في تنسيق بينه وبين دكتور النادي الاهلي. طب في مشكلة في الإصابة؟ لا، ما فيش مشكلة، علي معلول يعاني من إجهاد عضلي محتاج راحة. طب آخر حاجة يبقى جاهز امتى عشان يدخل التدريبات؟ قال له لا، 16 يوم يعني 16/4 يكون جاهز للعب المباريات. شوف يا استاذ ابراهيم، ده بيرد حتى بالنسبه لعلي معلول الظلم اللي تعرض له في كاس العالم للانديه انه بيهرب من الماتشات. دلوقتي العكس بقى، ده انتم مستعجلين عليه وبتضغطوا عليه وبيلعب. علي معلول عنده حاليا المز 2 مللي، فالدنيا بتتلم 16/4 يكون جاهز للعب المباريات، يعني باذن الله 18/4 الاهلي والزمالك علي معلول يكون جاهز لمشاركه. نتمنى هذا
واعتقد التاريخ ده تم الاتفاق عليه عشان ما ناخدش اي مخاطر قبليه. وخلي بالك اغلس اصابات الاصابات العضليه. اغلس اصابات لانها غداره. ايوه. العضله تبان انها بس لو حصل تلايف جنبيه ولا قبليه ولا بتمزقها تاني. يعني الكسر بيبقى خلاص تعمل اشعه تعرف ان الكسر التقى. نتمنى ربنا يشفيه ونتمنى نهدى بس شويه نهدى. لا ده احنا كمان نتمنى ان الناس فعلا تعرف حقيقه وقيمه علي معلول وقيمه واخلاصه للنادي الاهلي وقيمه ارتباطه بالنادي الاهلي، لانه برضو ناس كتيره رغت كتير في المنطقه دي، لكنه فعلا نوعيه من نوعيه انيس بوجلبان، نفس النوعيه في اهتمامها بالنادي الاهلي وانتمائها للنادي الاهلي. وده مش كلام حتى بيتقال من علي معلول في مصر، لا بيقوله في تونس وبيعبر عن علاقته بالاهلي في تونس وبينقلوا عنه صحفيين زملاء توانسه مع الزميل سيف زاهر. نشوف في تصريح، التصريح ده انا وقفت عنده بشكل مهم وشكل كبير جدا. تصريح لعلي معلول صحفي زميل تحدثت معاه وقلت له هو علي معلول ماضي في النادي الاهلي قد ايه؟ فرد عليا رد جديد خالص بقى. قال لي علي معلول وانا بساله السؤال ده في التليفون فرد عليا قال لي انا موقع للنادي الاهلي حتى نهايه العمر. فقلت له لا ارجع للاولانيه، حتى نهايه العمر، حتى انتهاء مشواري القروي. قال لي ان رهان علي معلول عن النادي الاهلي اكبر مما دماغك تتخيل. علي معلول ده هو اللي بيقول، علي معلول اللي بيقول له يعني. قال له انا مضيت مع النادي الاهلي، مضيت مع جمهور النادي الاهلي، مضيت مع طموحاتي في النادي الاهلي بعد المشوار القروي. ده كلام كبير جدا بقى. فده النهارده تصريح معلول، تصريح كبير جدا جدا جدا. انا ماضي مع النادي الاهلي، ماضي مع جمهور النادي الاهلي، ماضي مع النادي الاهلي حتى نهايه المشوار، مشواره الكروي، وان هو يكون ليه دور في النادي الاهلي بعد انتهاء هذا المشوار. طموحات كبيره على فكره، ناس كتيره رهنت في الحته دي وعمر ما حد راهن في الحته دي وخسر. عمر ما حد راهن في الحته دي وخسر. اذا النهارده مشوار علي معلول مع النادي الاهلي كبير بناء على تصريحاته. طيب الاستاذ سيف زاهر ما بيقولش راي انطباعي او ما بيقولش معلومه مجهوله المصدر، بينسبها لصعب. انا سالت فلان الفلاني التونسي هو علي معلول علاقته ايه، اخباره ايه مع النادي الاهلي، قال له لا ده علي معلول رد عليا رد علاقه ابديه سواء على مستوى الجماهير او الاداره او كره القدم او الحياه في مصر. طيب نقفل السكه، انا بقول لك مش هتتقفل، مش هتقفل طول ما هو بشكل خطر فني في الملعب، الناس هتفضل تبتكر الاخبار حواليه. حاجه غريبه جدا. والتر بواليا كمان بمناسبه الزميل سيف زاهر، لانه امبارح قال خبر عن العرض الكبير اللي حتى الان لم تظهر له ملامح رسميه. والتر بواليا علامه استفهام عند ناس كتيره، ليه والتر بواليا اهلي مش هو والتر بواليا الجونه؟ ايه الفرق بين الاثنين؟ برضو الزميل سيف زاهر سال السؤال ده للكابتن رضا شحاته. رضا شحاته ابن الاهلي، لاعب كبير سابق في النادي الاهلي لكنه مدرب الجونه، وكان اشرف على تدريب والتر بواليا وشاهد على انطلاقته، وعنده تفسير للفرق بين والتر بواليا ده وولتر بواليا الاهلي. نشوف. بواليا لعيب كبير. بواليا لعيب كبير جدا. جدا عنده امكانيات هايله، ولكن الضغوط بتاثر على لعيب الكوره، ضغوط من اي نوع يعني. فمتاثر عليه طبعا. لعيب الضغط الاهلي ده عايز لعيب من نوع خاص، عايز لعيب من نوع خاص، ولكن هو اللعيب ده برضه هو ما عندوش مشكله. ولكن انا بشوف، انا قلت الكلام ده قبل كده، ان والتر عنده مشكله ان الدخله اللي دخلها في النادي الاهلي وبدا يضيع فرص، فبدات الامور بقت صعبه عليه. الضغط كل شويه بيزيد، فالتركيز غصب عنك بيروح منك يعني. بدايه اللعيبه بالمشهد ده تؤثر على مشواره؟ لا خالص. والتر القصه كلها بالنسبه له، انا شايف هو، خلي بالك ان الافارقه عموما
لما بيغيروا مكان جديد بياخد وقت شويه يعني الموضوع ما بيبقاش بالسهوله. بس الانديه الكبيره ساعات الوقت ما يسعفكش، الوقت ما يسعفكش ومش هيستنوك والناس مش هتستناك، وده خلي بالك من ده اثر عليه اما تقدم ورق اعتمادك يعني يبقى ده توفيق بقى، ده توفيق حسب بدايته ربنا يعني. هو ولتر في كورتين لو كانوا في اول ماتش ليه لو جم اجوان خلاص الموضوع خلص هيركب والموضوع خلاص ماشي. انت بقى انت وحظك والتوفيق، ولكن امكانياته هو كلاعب لا لعيب كويس جدا جدا عنده امكانيات هايله. المشكلة مش في بواليا بس، لعيبة الأهلي كلهم هذا البواليا لحجم المطلوب وحجم التوقع عند الجماهير بالنسبة لعيبة النادي الأهلي عالي جدا ومتسرع جدا، ولا يقبل انك انت عايز من كل فرصة تبقى خطر وتجيب جون، عايز من كل ماتش تبقى متألق وتكسب، عايز لو في كده يبقى يعني هتولي حد على يعني شيل ميسي وصلاح وكريستيانو على جنب كده قولوا لي فين ده؟ فين ده على مستوى العالم؟ لكن بواليا امكانياته كويسه، مؤكد امكانياته كويسه مؤكد يعني. طيب ايه المطلوب في بواليا في النادي الاهلي؟ لا ده حاجات كتير جدا ما كانتش مطلوبه منه في الـ في الـ في الجونه يا جماعه. هو في الجونه عايز جيب لي جول، لا ما داخل في الدور التكتيكي بتاع الاداء الجماعي ولا داخل في الدور الدفاعي ولا. فطبعا انت لما تبقى لعيب مريح نفسك بتاخد السقطه واللقطه بتقدر تعمل كده، لكن لما تبقى لعيب تكتيكي يبقى التقييم بتاعك على المهام اللي انت كلفت بيها، مش جبت جون ولا من، لكن جمهور عايز الجزء اللي ظاهر من جبل الجليد على سطح الماء، الجون الجون. هنطلع لفاصل وبعد الفاصل حتى لو كنت العندليب. اهلا بحضراتكم من جديد. الفخر بالقيمه بالكيان بالمكان حتى لو كنت العندليب، والكلام ده او المنطق ده لو تفتكروا حضراتكم لما طلع حد يصنف قيمه الانديه الشعبيه الكبيره وعلى راسها وعلى قيمتها النادي الاهلي بحجم الفنانين او المطربين المنتمين لهذا النادي، يقول لك الفنان فلان وفلان بيشجعوا النادي العلاني يبقى ده تميز، والنادي كفايه مش عارف النادي الفلاني بيشجعوا فلان وفلان كفنانين شعبيين. وقلنا وقتها وردنا باسانيد كتيره انه غالبيه فناني مصر والوطن العربي هم اللي بيفخروا بالانتماء للنادي الاهلي، هم اللي بيفخروا ان هم اهلاويه، مش الاهلي اللي بيفخر انه في اي حد كائن من كان ينتمي له، ايا كان الافراد، كل الافراد امام الكيان تتضاءل. القيمة هي في الكيان يا باشمهندس. الموضوع كده احنا بنحولها زي مباراة الكيان ولا المشجع؟ لا هي مش كده، الكيان لما يكون صح والناس حابة النموذج ده فبتحبه ايا كان مين هم. لما بالضبط. لما يبقى 70% من الشعب يبقى 70% من قطاعات الشعب ومستوياتهم على مختلف مستوياتهم ومستوياتهم بالضبط. هتحب الصح، وكل ما طلعت فوق هتلاقي اللي بيقدر القيمة القيم هيكون متمسك بالنادي الاهلي، الناس بتحب النموذج ده. طيب بمناسبه الناس بتحب ده، الفنان الكبير محمد منير كان في ضيافه الاستاذه سعاد يونس سالته عن انتمائه الرياضي، قال كلام اثار جدل مهم، نشوف الاول الكينج محمد منير. اكبر مشجعي الزمالك محمد منير الكينج. كنت من مشجعين الزمالك والله، بس دلوقتي بحب لعيبه الاهلي. وعملت في تويتر في تويتر عن ان كل مصر لازم تشجع الاهلي طبعا في ضد بايرن ميونخ، ما اكونوا على الاهلي اكثر رغم ان انا بايرن ميونخاوي قوي. ما هياش القضيه برضو محمد منير بقى ايه وكان ايه يعني بايرن ميونخاوي بايرن ميونخاوي بس لما الاهلي لعبه كان قلبه مع هي القضيه مش محمد منير كان ايه ولا بقى ايه. الزمالك له احترامه وقيمته، والاسماعيلي والاتحاد وكل الانديه الشعبيه ليها قيمتها بالتاكيد لانه ليها جمهور، بس هي القضيه الكلام ده خلى او اثار جدل على السوشيال ميديا، خلى هقول لكم تويتر لنوعيه من هذه النوعيات في ردات الفعل. حسام الزملكاوي قال لك الجدل الداير حاليا على تغيير انتماء محمد منير لنادي الزمالك واخد اكبر من حجمه بصراحه، والحاله اللي عليها جمهور الزمالك وشتيمتهم له والتحول الفظيع في علاقتهم به الخ، الحقيقه كل ده يتحمله
من أدخل في عقولهم وأقنعهم وعمل لهم مقارنات عجيبة بين جماهير الناديين. اللي قاعد يقول لهم النجم فلان وفلان وفلان أهلاوي، أو بينما النجم علان وترتان زملكاوي. يعني ماشي أفهم أفهم إن واحد يطلع يقول لك أنا سبت تشجيع فرقتك ورحت للمنافس، لا مش هتنبسط لتعلقك بالنجم أول. لكن لما ما تحملهاش أكتر من كده، لا هو خاين ولا هو ملزم قدامك بأي شيء، زيه زيك، أنت من حقك تاخد قرارات في حياتك تهمك، وهو من حقه ياخد قرار. أي واحد، مش المسائل البسيطة، مش الأستاذ محمد منير، أي واحد. طيب على ذكر الفنانين بقى، بكرة 30 مارس ذكرى وفاة العندليب عبد الحليم حافظ. الناس اللي كانت بتتكلم حاجة حلوة ولا لا؟ طبعا الناس اللي كانت بتتكلم مين أهلاوي؟ لا يا سيدي، حط أم كلثوم وعبد الحليم في كفة والحركة الفنية المصرية في التاريخ. مش عايزين نعمل كده، حط كل، شوف عبد الحليم بقيمته. عبد الحليم كان بيعلن بصراحة حبه للنادي الأهلي وعلاقته بكرة القدم، اتكلم كتير على ان هو حتى في قريته، في قرية الحلوات في الشرقية، في الإبراهيمية الشرقية، كان غاوي جدا كرة القدم وكان من لاعبي الكرة بشكل منتظم، وعلاقته بالأهلي علاقة متصلة. عايز اقول لكم انه عبد الحليم حافظ اللي ولد في 21 يونيو 1929، توفي في 30 مارس 77، كان عضو في النادي الأهلي، حمل رقم العضوية 787 في النادي الأهلي، حصل عليها عام 58، كان رقم الإيصال اللي سدد بيه اشتراكه 443 في 17 نوفمبر 58. كارنيه عضوية عبد الحليم في النادي الأهلي ضمن المقتنيات الشخصية اللي موجودة في المتحف اللي خاص بيه. لكن كان مهم جدا عند عبد الحليم حافظ مع كل مناسبة في النادي الأهلي، الأهلي ياخد بطولة، يكون العندليب عبد الحليم حافظ بيحيي حفلات النادي الأهلي. طيب هي المسألة مش مسألة ان احنا نجيب الأغنية، لكن المسألة ان احنا نشوف اللي قدم الحفلة تحية كاريوكا، العبقري صلاح جاهين، المبدع فنان يعني قائد او رائد التوزيع الموسيقي علي اسماعيل، وطبعا الهداف الكبير عبد الحليم حافظ، والحاله اللي بيتكلم بيها والحاله البهجه اللي موجوده هي دي. يعني احنا حابين ان الناس تعيش هذه الاجواء وتتعلق بنجوم اينما كانوا باخلاص، لكن لا هم يحتكروا المشجعين ولا المشجعين يحتكروهم، ويظل الاهلي هو التوجه لكل محبيه. ما لحقتوش يا ابراهيم، انا كلاعب تنس طاوله ما بقتش كتير كان بره اللعبه كان بطل. طيب عبد الحليم حافظ واضح انه كان بيلعب كويس، لعيب واضح انه هو، لا اصل هو كمان حتى علاقته بكره القدم، الاستاذ سمير صبري مره استضافه بعد مباراه الاهلي ومونشن جلادباخ الالماني، فساله عن انتمائه وظهر انه لعيب كوره وعنده رؤيه تحليليه كمان سبقت استوديوهات التحليل. يعني طبعا بعيدا عن كلام عبد الحليم حافظ والرؤيه الفنيه اللي قالها، تذكرت احمد عبد الباقي، واحد من افضل ظهير الجنب اليمين، ظهير الجنب. وانا بقول لك ليه كده، هو كان سيرد باك، واول ما جه النادي الاهلي ادوكوتي قال له هتلعب باك رايت، فجالي بيشتكي يكاد يكون بيعيط، عايزين يبطلوني يا استاذ عدلي، اجي العب لي باك رايت. قلت له اسمع كلام الراجل ده، هو شايف فيك حاجه انت مش شايفها واحنا مش شايفينها. وكان واحد من اهم الباك رايت في بعد كده واحد ده ارتقائه في الضربات الركنيه، لا يعني طيب كان لعيب عظيم جدا. كابتن احمد عبد الباقي والاستاذ عبد الحليم حافظ لما اتكلموا حتى على ماتش مونشن جلادباخ وعلى دور الكابتن الخطيب فيه، لانه كان مونشن جلادباخ بعد المباراه دي طلب احتراف الكابتن الخطيب والخطيب ما وافقش وقتها. لكن على ذكر الفنان الكبير عبد الحليم حافظ، الاستاذ حسن المسكاوي نقدنا الرياضي الكبير كان وقتها بيبدا الصحافه الرياضيه، وبدا في مدرسه الكره والملاعب مع الاستاذ حمد النحاس عليه رحمه الله، فعمل حوار حسن المسكاوي في الكره والملاعب مع عبد الحليم حافظ. هفكركم قال ايه ساعتها عبد الحليم حافظ، يمكن دي صوره من هذا الحوار اللي نشر في الكره والملاعب للفنان عبد الحليم حافظ الخطيب
كمانجة الكرة المصرية. شوفوا بقى رؤية الفنان للفن الكروي. طبعاً كمانجة الآلة المرهفة بالضبط اللي هي فيها رومانسية وفيها إتقان وفيها مهارة وفيها شجن. بس بص 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 هو شايف ان الكابتن الخطيب كمانجة الكرة المصرية، بيقول لك نظام المجموعتين في الدوري ظالم وغير وغير. كان عنده رؤية طبعا. ما بيحب الكرة هو. وعشان كده تبقى القصيدة الخالدة اللي خلد بيها سمو الأمير عبد الله الفيصل رئيس شرف النادي الأهلي عليه رحمة الله، خلد حبه للأهلي بهذه القصيدة، قصيدة زين النوادي، وأبدع فيها عبد الحليم حافظ في تغنيه بالنادي الأهلي وقيمة النادي الأهلي كزين النوادي. تحب نختم بيها؟ نختم احنا هنختم دلوقتي. دهمنا الوقت. ما دهمناش ولا حاجه. لا دهمنا الوقت. ادونا شويه. ما هتاخدهم مع الاغنيه. طيب ماشي. ما هي تستحق ان تكون الخاتمه. طبعا طبعا. دمتم للاهلي دائما، ودام لكم الاهلي باذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير نلتقي دوما ان شاء الله.